النشرة المسائية من القناة الثانية كالعادة نستهلها بالعناوين. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لكوت ديفوار دومينيك واتارا تقومان بزيارة مقر مؤسسة لالا أسماء بالرباط وتتفقدان عددا من مرافقها. وفي أشغال مجلس الحكومة تأكيد على ضمان تزويد مختلف جهات المملكة بالماء الصالح للشرب وضمان تمويل الأسواق بالمواد الأساسية قبيل شهر رمضان. وعشية اليوم العالمي للمرأة نستضيف ليلى الصالحي عن التنسيقية الوطنية للتغيير الشامل لمدونة الأسرة للحديث عن سياق هذه المناسبة وما تحقق من تمكين اقتصادي للنساء. وفي ختام النشرة ننقل لكم أجواء الأمسية الفنية التي احتضنتها مدينة طنجة والتي جمعت بين التراث الموسيقي الأندلسي والموشحات الحلبية. أهلا بكم. بالرباط زارت اليوم صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء والسيدة الأولى لكوت ديفوار دومينيك واتارا مقر مؤسسة لالا أسماء، حيث تفقدتا قسم السنة الثالثة ابتدائي فرنسي وقاعات المعلوميات وتقويم النطق وورشة المسرح وملعب الرياضات وغيرها من المرافق المتواجدة بهذه المؤسسة. تفاصيل أوفى في روبورتاج نادية أحتة وأسامة غرام. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لكوت ديفوار دومينيك واتارا في زيارة لمؤسسة لالا أسماء، المؤسسة التي توفر التعليم للأطفال والشباب الصم من التعليم الأول إلى الثانوي. قسم المعلوميات من بين التخصصات التي تسهر أطر المؤسسة على تلقينها للمستفيدين وفق مناهج بيداغوجية تلبي حاجيات الإدماج الاجتماعي في بعده الشامل. تلميذة في دوزيام اني باك مؤسسة لالا أسماء، وأنا كنهضر كما كنسمعش عندي نقص في السمع وفي الشعبة ديالي ولا فورماتيك كنستافدو بزاف على قبل مستقبلنا. كنخدمو مع القسم الثانية بكالوريا لتخصص مانتونونس انفورماتيك ريزو اللي كنوجدوهم إن شاء الله لليونيفرسيتي. دونك في هاد لا فيليير كيشوفو كومون كونفيغوري لي ريزو. المؤسسة تتوفر على قسم لتكوين المساعدين الاجتماعيين في مختلف المؤسسات في لغة الإشارة. أطر وزارة العدل ومحاكم المملكة يستفيدون بدورهم من التكوين للاستجابة لطلبات المواطنين المصابين بالصمم. لغة الإشارة لهذه الأطر تخليهم أنهم يقدروا يتواصلوا مع المواطن الأصم لتسهيل ولوجياته. الولوجية ماشي دائما ولوجية يعني لذوي الإعاقة الحركية، ولكن لغة الإشارة حتى هي لغة للتواصل معه، وبالتالي فهي ولوجية للمواطن الأصم. تقويم النطق ولغة الإشارة حصص يومية لصالح الأطفال الذين تتكفل بهم المؤسسة. هذه البراعم تستفيد من مسار دراسي منتظم يتوج بطرق أبواب الدراسات العليا. 150 طفل كيتسجلوا عندنا سنويا من البريسكولا حتى البكالوريا. عندنا الحمد لله تلاميذ اللي تخرجوا من المؤسسة خداو البكالوريا ديالهم وكيقراوا حاليا في كلية العلوم بالرباط. عندنا كذلك ثلاثة ديال الخريجين ديال الليسانس في الانفورماتيك روبوتيك في كلية العلوم بالرباط. الورشات الترفيهية من قبيل المسرح يحرص مسؤولو مؤسسة لالا أسماء على إدراجها في البرمجة السنوية إلى جانب الأنشطة الرياضية الجماعية، بما يخلق لدى هذه الفئة روح البذل والعطاء. كذلك تمنح المؤسسة للتلاميذ فرصة صقل مواهبهم في عوالم الإبداع والابتكار. بالعاصمة دائما نظمت المؤسسة المغربية للتعليم الأولي حفلا لتقديم رؤيتها الاستراتيجية لعام 2030 وعرض إنجازاتها في تطوير التعليم الأولي ببلادنا. وعلى هامش الحفل تم كذلك التوقيع على اتفاقيتي شراكة لتعزيز جودته من خلال تمويل عدد من المشاريع. محمد بوبكر وهدى جديد. بحوالي 22 ألف فصل دراسي في جميع أنحاء المملكة تساهم المؤسسة المغربية للتعليم الأولي بتدبير 70% من أقسام التعليم الأولي العمومي. اليوم وأمام شركائها المؤسساتيين قدمت المؤسسة رؤيتها الاستراتيجية 2030 لتعميم جودة عرضها التربوي بمختلف وحداتها على المستويين الجهوي والوطني، استنادا إلى تراكم حصيلة إنجازاتها منذ إحداثها سنة 2008.
المؤسسة أولا تتشغل باش يكون واحد تكوين أساس مهم، باش يكون واحد تكوين مستمر، باش تكون واحد المواكبة ديالهم، باش تضمن لهم الحقوق ديالهم، باش يكون واحد تأطير ديال هاد الأقسام ديال التعليم الأولي. دزنا من 350 قسم في كما قلت في 2018 ل 22,000 قسم اليوم، أي ما يعادل 370,000 طفل. لذلك وجدنا واحد التصور، واحد الرؤية سمينا أطفالنا 2030، اللي الجودة هو الهاجس، هو الأساس. عندنا ثلاثة رهانات اللي خصنا نخرجوا بهم. الأول هو التميز العملياتي. التميز العملياتي، الإشعاع ثم التنويعة، ثلاثة محاور أساسية للرؤية الاستراتيجية لسنة 2030. على هامش حدة احتفالها بمرور 16 سنة، قامت المؤسسة المغربية للتعليم الأولي بتوقيع اتفاقيتي شراكة، الأولى تهدف إلى دمج الثورة الثقافية المغربي في نظام التعليم الأولي، والاتفاقية الثانية تهم تمويل مشاريع مبتكرة. هذه الشراكة ستترجم أولا بدعم تعلم القراءة، وثانيا بالنجاعة الطاقية عبر تزويد 60 مدرسة بألواح كهروضوئية لتوفير الطاقة. بشكل عام 300 مدرسة ستستفيد من مشروع القراءة، و60 مدرسة ستستفيد من الألواح الشمسية. اللقاء اختتم بتوزيع الجوائز احتفالا بالمساهمة الملحوظة لأزيد من 100 مربي ومربية في التعليم الأولي، تتويجا لأدائهم ومساهمتهم لتحقيق التميز التربوي والابتكار في هذا المجال. وتفعيلا للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بمراكش، أعطيت الانطلاقة لمشروع المركب الجامعي المتصل، والذي يأتي لتسهيل ولوج الطلبة كما الأطر التربوية إلى الرقمنة. روبورتاج رفيق أجوماد والتحرير لسعيد أجمع. نحو جامعة متصلة رقميا، هدف كومبيس كونكت الذي يأتي لتوفير ولوج آمن ومجاني للأدوات الرقمية من أجل التعلم واكتساب المعارف، مع إمكانية الاطلاع عن بعد على الموارد الرقمية للمؤسسات الجامعية. تقريبا 1,250,000 كارت سيم اللي غادي نعطيو، راه حنا بدينا كنفرقوا تقريبا فتنا 25%، وغادي نعطيو لجميع الطالبات والطلبه باش يكون عندهم، باش يدخلوا للمنصات الرقميه اللي فيها اللغات وفيها المهارات الذاتيه والكفاءات الافقيه والثقافه. الموديل يعني مبتكر للجامعه المغربيه، والجامعه المغربيه اليوم هي مطالبه بالرقمنه، لان العلم اليوم والمعرفه فهو ضروره يعني مرقمن. المشروع يوفر أزيد من 220 موقعا جامعيا، كما يعتمد على أكبر شبكة واي فاي في إفريقيا، وذلك قصد الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها التكنولوجيا الرقمية. وضع رهن إشارة الجامعات المغربية واحد شبكة واي فاي من الطراز الأخير، واي فاي 6. الثانية هي القيام بدزنا من مروان إلى الحلة الجديدة مروان 5، الولوج الموارد الجامعية ديالهم، ليس فقط من يكونوا في الجامعة ولكن أيضا أي نقطة من التراب الوطني. البرنامج يرم إرساء أسس بنية تحتية رقمية تضمن تزويد المؤسسات والأحياء الجامعية بالإنترنت عالية الصبيب، بغية تمكين الطلبة والأساتذة من الوسائل الرقمية. على هامش مجلس الحكومة، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس على انكباب الحكومة على جملة من المشاريع الآنية والاستباقية لضمان تزويد مختلف جهات المملكة بالماء الصالح للشرب، كما أكد على وفرة المواد الاستهلاكية بالأسواق ومواصلة عمل لجان المراقبة قبيل شهر رمضان. مريم أملال ويوسف لطفي. مجلس الحكومة المنعقد اليوم وعلى هامش جدول أعماله الأسبوعي ندوة صحفية انصبت أساسا على تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية الأساسية ومراقبة الأسعار مع حلول شهر رمضان. منذ فاتح يناير إلى غاية الخامس من مارس تمت مراقبة 46,361 نقطة بيع، وتم ضبط 2,983 مخالفة، منها 545 كانت موضوع إنذارات للمخالفين، و2438 تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة.
جولات ميدانية مكثفة للجان مراقبة الأسواق أسفرت منذ بداية السنة عن حجز وإتلاف 120 طنا من المنتجات الغذائية غير المطابقة لمعايير الجودة. من جهة تطرق الناطق الرسمي للحكومة للوضع المائي ببلادنا في ظل شح الأمطار وتراجع حقينة السدود، مشيرا إلى حرص الحكومة على تنزيل مخطط العمل الاستعجالي لحماية الأنظمة البيئية. ويشمل مجموعة من الإجراءات على المدى القصير، منها التعبئة المثلى للموارد خاصة على مستوى السدود، مستوى الآبار، محطات التحلية، وأيضا على مستوى إقامة تجهيزات الاستعجالية لنقل الماء والتزويد به، وكذا اتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الرأي وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك. إجراءات ينضاف إليها تسريع وتيرة ربط الأحواض المائية مع إتمام تشييد السدود الكبرى ما بين 2025 و2027، فضلا عن مواصلة البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة. على صعيد آخر، بالبيت الأبيض بواشنطن، استقبل اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن السيد يوسف العمراني الذي قدم له أوراق اعتماده كسفير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بالولايات المتحدة الأمريكية. أكثر من 150 يوما على الحرب بقطاع غزة والمساعي متواصلة لاعتماد هدنة بين إسرائيل وحماس قبيل شهر رمضان، في وقت أمر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنشاء ميناء في غزة لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية بحرا. خالد نجدي. صور الدمار والموت والنزوح ما زالت تهيمن على المشهد الفلسطيني جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق متفرقة من قطاع غزة وارتكاب قوات الاحتلال حسب وزارة الصحة في غزة 9 مجازر راح ضحيتها أزيد من 86 شخصا ودعتهم الأم والزوجة وكذلك الأب والأخ والقريب بالدموع، وحين يبكي الرجال فعلم أن المصاب جلل. ووسط هذا القصف المتواصل يخوض سكان غزة معركتين متوازيتين، هما معركة إدخال المساعدات الإنسانية الممنوعة من الوصول باستثناء شاحنات معدودة وإسقاطات من الجو، ومعركة الجوع المستعرة التي تتسع دائرة ضحاياها، حيث كشفت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد من لقوا مصرعهم جراء سوء التغذية والجفاف الشديد إلى 20 شخصا، مرجحة وجود العشرات الذين لم يصلوا إلى المستشفيات وفارقوا الحياة في صمت. هذا الوضع المأساوي يتزامن مع رفض حركة حماس وإسرائيل لشروط الهدنة وإعلان الوسطاء عن استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل بهدف التوصل قبل حلول شهر رمضان إلى هدنة، هدنة طال انتظارها، وفي غيابها يظل الفلسطينيون أبرز الضحايا بين جائع ونازح وفاقد ومفقود. وفي نفس السياق، أكد أمس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في كلمة خلال افتتاح أعمال الدورة 61 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة أن التزام المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بدعم القضية الفلسطينية ثابت وملموس ولا يخضع للمزايدات والشعارات. نتابع هذا المقتطف. رغم تلك المساعي السياسية والدبلوماسية وارتفاع أصوات الحكمة الداعية إلى ضرورة خفض التصعيد والتهدئة، إلا أنها لم تجد آذانا صاغية واصطدمت بواقع الأجندات السياسية الإسرائيلية المتطرفة. فهل أصبح المجتمع الدولي أمام معضلة لا حل لها؟ أم أن السبب هو غياب إرادة حقيقية للقوى الفاعلة للتجاوب مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية؟ فمخطئ من يظن أن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط سيتحقق عبر الحلول العسكرية أو المخططات تهجير الفلسطينيين، لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى تكريس نزعة الاستعداء والانتقام والتطرف والزج بالمنطقة في دوامة لا متناهية من الفوضى والعنف. فالسلام كما سبق لجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أن أكده في مناسبات مختلفة سيبقى هو الخيار الاستراتيجي لشعوب المنطقة،
وهو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوبها. نواصل معكم هذه النشرة وتتابعون فيها بعد قليل. في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية هبوب رياح قوية وتساقطات مطرية وثلجية بعدد من جهات المملكة. وفي ظل الإجهاد المائي الذي تعرفه جهة الدار البيضاء ستات، تم تنظيم حملات توعوية لترشيد استعمال الماء والحفاظ عليه. كما أسلفنا، أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية عن هبوب رياح قوية بسرعة ما بين 75 و85 كيلومتر في الساعة بكل من عملات وأقاليم المضيق، الفنادق، العرائش، طنجة، أصيلة، فحص، أنجرة، تطوان، القنيطرة، الرباط، وسلة، وما بين 85 و100 كيلومتر في الساعة بكل من عملات وأقاليم شفشاون، الحسيمة، الدريوش، الناظور، بركان، وجدة، أنجاد، جرادة، فيقيك، توريرت، قرسيف، تازة، بولمان، صفرو، فاس، مولاي يعقوب، الحاجب، إفران، ميدلت، تينغير، ورزازات، ابتداء من يوم غد الجمعة وحتى بعد غد السبت. كما ستشهد هذه الأقاليم تساقطات مطرية، ويرتقب أيضا تساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 1700 متر بكل من عملات وأقاليم الحوز، ورزازات، أزيلال، تينغير، بني ملال، ميدلت، إفران، بولمان، صفرو، قرسيف، تازة، وذلك ابتداء من يوم السبت إلى غاية منتصف نهار يوم الأحد. في ظل الإجهاد المائي الذي تعرفه جهة الدار البيضاء ستات، التي تحتضن أكبر ساكنة على الصعيد الوطني، تقوم شركة لديك لتوزيع الماء وتطهير السائل بحملات توعوية لترشيد استعمال الماء والحفاظ على ضمان تدفقه من خلال تحسيس الناشئة. حسن لحمتي. نقاش موسع أطلقته شركة ليداك بشراكة مع جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض، ليمس هذا النقاش مجمل المدارس والرفع من الوعي الجماعي. راه تنحلوا الصلبور ديالنا وتلقاو الماء حنا هنا مستوعب في الدار البيضاء، لان كاين واحد المجهودات كبيره كتعمل، وهذيك المجهودات راه ما يمكنش تستمر الى ما لا نهايه، وبالتالي تيخصنا حنا كمواطنين نردوا البال، نقصوا من استهلاك الماء، من تضييع الماء، نستهلكوا الماء الضروري للشرب، للاساسيات. يحدث هذا في ظل توالي سنوات الجفاف، وأصبح التفكير في إيجاد حلول ناجعة يشغل بال المسؤولين والرأي العام، لكن كان من الضروري الوقوف عند الاختلالات التي تؤدي إلى استنزاف المياه. في 2023 قامت ليداك بكشف وإصلاح 20,000 تسرب الماء، وكذلك نقوم بعدة عمليات ديال البحث، وكذلك بعدة تقنيات. اللي كيخص الناس هو يحافظوا على هذا المورد ديال المياه اللي غادي وكينقص، واللي واجب انه يحافظوا عليه. تروم هذه الحملة التحسيسية والتي تأتي في ظرفية صعبة الرفع من الوعي عند الناشئة. جبتني الأستاذة ديالي مريم، الموضوع ديال اليوم هو اننا نقصوا من استهلاك ديال الماء حيت الماء ولا قليل. خاصنا باش نحافظوا على الماء خاصنا ما نبدلوش الماء بزاف وما نلوثوش. اول حاجه نبارك هذا الشتاء هذه الحمد لله، واليوم كعرف واحد الحدث مهم اليوم اللي حنا كتواجهوا الاكاديميه ديال الشركه ديال ليديك، مشكوره اللي من خلالها شاركتنا حنا كمجتمع مدني اننا نهتموا بالماء والدوره ديال الحفاظ عليه، خصوصا وان كنعرفوا في هذه الاونه بان العالم كيشهد واحد الشح في الامطار. هي حمله تحسيسيه لدق ناقوس الخطر في ظل التراجع الكبير في حقينه السدود واستنزاف الفرشات المائيه. في موضوع آخر، ابتداء من أكتوبر المقبل سيربط خط جوي مباشر مراكش بنيويورك، هذا ما أعلنه المكتب الوطني المغربي للسياحة، وذلك بتعاون مع شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية. هي خطوة تاريخية بحسب بلاغ للمكتب لتأكيد مكانته الاستراتيجية ودوره الحيوي في السوق الأمريكي، حيث سيكون هذا الخط أول خط مباشر لشركة طيران أمريكية من المغرب وشمال إفريقيا.
وكما أسلفنا في العناوين عشية اليوم العالمي للمرأة، نتوقف عند دراسة سيكولوجية حول النساء في وضعية إعاقة، والتي شكلت موضوع ندوة علمية لتقديم مقترحات لمواكبة هذه الفئة في مختلف مجالات الحياة، إلى جانب حمايتها من شتى أنواع العنف والتمييز. ريبورتاج محمد مجري والتحرير لسعيد أجانا. زينب سيدة رغم مشاكل النظر التي تعاني منها، إلا أنها قررت القدوم إلى مقر جامعة عين شق للحضور لهذه الندوة العلمية التي خصصت مضامينها الرئيسية لدراسة سيكولوجية المرأة في وضعية إعاقة، كما تم تقديم مقترحات علمية لمواكبتهن في شتى مجالات الحياة. كتشوف حدا الا بغات تمشي فواحد البلاصه غتمشي بوحدها، تاخذ الطوموبيل تاعها او تمشي تاخذ الطاكسي وتمشي بوحدها دير اللي بغات وترجع لدارها او ترجع للمحل الخدمه ديالها. انا لا ما يمكنليش، خص دائما كل شي حد معايا. وهذا في الاول انا عانيت منه بزاف. المشاركون في هذه الندوة العلمية وضعوا على طاولة النقاش كل القضايا التي تهم النساء في وضعية صعبة، وذلك ضمانا لحقوقهن وحريتهن الإنسانية الأساسية. المرأة في وضعية إعاقة هي من أكثر الأفراد الذين يعيشون في وضعية هشاشة، وبالتالي لا شك أننا بإثارتنا لهذه الإشكالية سنميط اللتام عن مجموعة من القضايا التي كثيرا ما نغفلها وتستحق منا العناية. برنامج متنوع فيه محاور تصب في الجانب، خصوصا في الجانب النفسي للمرأة في وضعية إعاقة. هناك كذلك الجانب الاجتماعي وظروف العيش وكيفية توفير الوسائل والظروف لأجل تسهيل عملية الدمج لهذه الفئة. مكافحة العنف ضد النساء بكل أشكاله إلى جانب التمييز مشاكل من بين أخرى تقف أمام النساء في وضعية إعاقة، فخلال هذا اللقاء تم تقديم مجموعة من المقترحات لتسهيل اندماجهن داخل المجتمع. في هذا السياق نستضيف ليلى الصالح عن التنسيقية الوطنية للتغيير الشامل لمدونة الأسرة. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بك، شكرا على الاستضافة. إذا بداية نريد أن نتوقف عند سياق الاحتفال بالثامن من مارس الذي يخلد هذا العام تحت شعار الاستثمار في المرأة. هذه السنة تخليد الثامن من مارس في المغرب يتميز بأن مجموعة من الأوراش المفتوحة واللي فتحها صاحب الجلالة من أجل تحسين الوصول للدول الاجتماعية وتحسين الولوج النساء ورجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والقانونية. الاحتفاء ب 8 مارس هذه السنة تحت شعار الاستثمار في المرأة، شعار يدل على أن بدون المرأة وبدون استثمار في المرأة وبدون تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا لا يمكن للمجتمع أن يتقدم ولا يمكن للمجتمع أن يصل إلى تحقيق أهدافه في التنمية. وبالتالي هذه السنة 8 مارس أيضا ستعرف واحد الدينامية اللي هي مهمة جدا، وهي دينامية ديال تغيير مدونة الأسرة والمشروع اللي أو اللجنة اللي يعني شارفت على انتهاء هي نحن في انتظار المقترح المشروع، ونتمناه أن يكون مقترحا يستجيب لتطلعات المرأة المغربية وللمجتمع المغربي في القرن 21. نتمنى أن تكون هذه المدونة تعبر عن تطلعات المرأة المغربية، عن تطلعات مجتمع مغربي متماسكة وأيضا ملائمة للاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب وصدق عليها المغرب، ملائمة أيضا ومتناسبة مع توجهات وتطلعات الشعب المغربي. يعني بالحديث عن التطلعات، يعني الاحتفال كل سنة يتجدد أكيد. وفي كل سنة يعني تبدو تطلعات المرأة أكبر بكثير من ما تحقق. هل يمكن أن نقول يعني اليوم الوضع هو نفسه، يعني هو ذاته، أم أنه تمت هناك يعني تقدم ملموس على مستوى السياسة المنتهجة من أجل النهوض بأوضاع المرأة؟ لا يمكننا أن نقول أن هناك ثبات في الأمر أو أن ليس هناك تغير. هناك أكيد تغير، هناك عمل جدي، هناك عمل كبير تقوم به الدولة من أجل المساواة، تحقيق المساواة بين الجنسين، من أجل منع يعني تمييز بين النساء والرجال، ولكن المؤشرات والنسب اللي تتعطيها المؤسسات الرسمية تتبين بأن احنا مازالين بعيدين جدا على تحقيق الأهداف ديال الدولة. مثلا نعطيك مثلا مؤشر ديال أن الفجوة بين الجنسين، هو مؤشر ديال المجلس الاقتصادي العالمي اللي يعطي بأن المغرب مرتب في المرتبة 136 بين 144 دولة، والمرتبة العاشرة
إقليميا من 13 دولة. هذا كيعني بأنه عمل مازال طويل طويل جدا إلا بغينا فعلا نوصلوا للدولة اللي فيها مساواة بين الجنسين وفيها نوع من تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء. يعني لا يمكن الحديث عن المرأة دون الوقوف عند ظاهرة يعني مؤرقة وهي ظاهرة العنف أكيد. والتمييز الذي تتعرض إليه. كيف يمكن يعني اليوم تجاوز يعني هذا الوضع والقضاء يعني على هذه الظاهرة؟ بدء يعني احنا المغرب يتميز بالقانون 113 لمكافحة العنف ضد النساء، ورغم المجهودات المبذولة والتحية والتقدير لرئاسة النيابة العامة على المجهود اللي كديروا سواء من خلال تنشيط عمل لجان لجهوية لتكفل بنساء ضحايا العنف أو من خلال الدوريات والإشراك والمشاركة مع المجتمع المدني، ولكن تتبقى نسب العنف ترتفع بل وتستفحل ويصبح أن هناك نوع من العنف المركب والمتغير ويتطور بتطور المجتمع. ولذلك المطلوب هنا السياسات أن تكون مندمجة، لا يمكن فقط الاكتفاء بالجانب الزجري بدون تغيير العقليات، العمل تغيير العقليات أي الوقاية من هذا العنف، وهذا مجال يعني يجب الاشتغال فيه مع المؤسسات التعليمية، وزارة التربية الوطنية، الإعلام، مؤسسات ديال دور الشباب والثقافة. هو عمل ديال المجتمع كله من أجل تغيير العقليات والنظر إلى العنف تجاه المرأة والعنف مبني النوع الاجتماعي. نربيو الصغار على أنهم ما يمشيش أن العنف فقط الكائن الضعيف اللي هو المرأة. أيضا العمل يجب أن يكون في آليات ديال الحماية، يعني أن يكون هناك عمل فعلي لآليات الحماية، وأيضا تكوين المتدخلين الأولين، لأن كنلاحظوا العمل كبير حنا في مراكز النجدة لنساء ضحايا العنف، تيجيو عندنا نساء عديدات اللي تيتمارس عليهم واحد العنف كبير، ولكن عند لجوئهم الى رجال السلطه مثلا شرطه او درك او لا في المستشفيات فهما تيتعرضوا لعنف اخر اللي هو مثلا دائما موصومه المراه التي تتعرض للعنف اذا كان داخل الفضاء الخاص بان اما هي استفزت الزوج ديالها او انها دارت شي حاجه لذلك تم تعنيفها. في الفضاء العام اما كان عندها لباس غير مناسب او تصرفات غير مناسبه او تاخر، دائما هناك اتهام للمراه، وبالتالي هناك تولي عندها واحد تتعرض المرأة النوعين من العنف. يعني كما قلت مسألة عقليات أكيد، مسألة تربية أكيد يجب أن تتغير. إذا لم نعمل على تغيير العقليات وعلى تغيير والتربية والثقافة السائدة في المجتمع، فمجمل وجميع الأشكال الأخرى من الزجر ستبقى بدون فائدة. شكرا جزيلا لك ليلى الصالح عن التنسيقية الوطنية للتغيير الشامل لمدونة الأسرة. هنيئا لك وهنيئا لنا جميعا لكل النساء. في الخبر الرياضي، بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، أوقعت قرعة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2024 في نسختها السابعة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانبه كل من أنغولا، غانا وزامبيا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات مصر، ليبيا، ناميبيا وموريتانيا. وسيحتضن المغرب منافسات هذه التظاهرة القارية شهر أبريل المقبل. ونختم كما أسلفنا في العناوين مع أجواء أمسية فنية قدمت خلالها أصوات نسائية باقة من التراث الموسيقي الأندلسي والموشحات الحلبية احتفاء باليوم العالمي للمرأة. صديق بن زينة وفاضل سعدوني. حين تنصدم أصوات نسائية على ترددات الميازين الموسيقية تصبح هذه الأصوات موسيقى نسميها تمييزا كورالا غنائيا. وهذه فرقة كورال نساء طنجيس على ركح رياض السلطان تحتفي بالمرأة موسيقيا وبأرقى الألحان. قررنا بمناسبة عيد المرأة أن نقدم باقة متنوعة من الأغاني بما فيها أغاني شمالية وأغاني أندلسية، ونتمنى أن تكون أمسية ممتعة يتمتع فيها الجمهور أولا ونتمتع بها نحن أيضا معهم. مختارات غنائية من ريبرتوار الموسيقى الأندلسية والموشحات الحلبية أبدعت في أدائها فرقة كورال نساء طنجيس، فأتحفت الجمهور في مبادرة احتفالية من تعاونية أصوات نسائية اختارت لها شعار غنوا معنا.
حنا مجتمعين هنا باش نحييو التراث المغربي الشمالي، تراث الموسيقى المغربي الشمالي، وكذلك الاغنيه المغربيه والاغنيه العربيه. هاد الباقه يعني كتشمل التراث الشمالي ديالنا وشويه موشحات حلبيه، يعني من كل فن طرب، وكنتمنى اننا يعني الجمهور يكون راضي علينا. هن كفاءات نسائية من مختلف المجالات، عاشقات للفن، مبدعات في رسم لوحات موسيقية ماتعة عبر كورال نساء طنجيس، اللواتي احتفلن موسيقيا باليوم العالمي للمرأة. وقبل توديعكم نذكركم مشاهدينا بأنه بمناسبة حلول شهر رمضان سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة جيمتي، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد المقبل بحسب بلاغ وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وبعد نهاية شهر رمضان ستتم إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 14 من أبريل 2024. إذا بقي أن أذكركم بأبرز ما جاء في هذه النشرة. بالرباط زارت اليوم صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء والسيدة الأولى لكوت ديفوار دومينيك واترا مقر مؤسسة للا أسماء، حيث تفقدتا قسم السنة الثالثة ابتدائي فرنسي وقاعات المعلوميات وتقويم النطق وورشة المسرح وملعب الرياضات وغيرها من المرافق المتواجدة بهذه المؤسسة. نهاية هذه النشرة، يمكنكم الاطلاع على باقي أخبار الوطن والعالم على موقعنا الإنترنت دوزام.ما أو على التطبيق ماي دوزام. عطلة قصيرة ويتجدد اللقاء. طابت أوقاتكم أينما كنتم.